لكل أمر بداية، وبداية رحلتنا إحساس يدفعنا وبقوة للغوص في أعماق التاريخ. فالرحلة لن تكون عبر ساعة زمنية تفصل بين زمانين مختلفين، وإنما من خلال السيارة. بالطريق طافت بخاطري أفكار وحكايا عن حياة لم أرها وإنما سمعت عنها، عن هذه الأرض التي سكنها أناس غيرنا فعمروها وأحالوها حضارة وسلطنة. فالعبور إلى التاريخ إنما هو انفصال عن واقعنا الذي نحن فيه. على مشارف قرية رونغا نجد أنفسنا مجبرين على التوقف ولو لدقائق، ليس لتعب أو نصب، وإنما نحن على مقربة من آخر ملوك مملكة الفونج، الملك بادي والطبل المدفون في منطقة رونغا. ولعلها من المعلومات التاريخية الغائبة عن أذهان الكثيرين حول مكان وجود آخر ملوك الفونج، فقبره يمثل خيطا لرحلة بحث عن مكان بقية الملوك. إن هنالك الكثير من الأسرار دفنت مع موت الملوك، وأن لا أحد يعلم أين بقية مقابر الملوك، إلا أنه يقطع الحديث عن هذا الأمر إلى حين، ويدفع بنا للتوجه مباشرة إلى عمق مقصدنا الرئيسي، منطقة رونغا. دخلناها ضحا، فسمة المنطقة البارزة هي الهدوء والسكون وصفو المكان، فكل شيء في رونغا يبعث على الإطمئنان، ويدفعك هذا الصفاء لمعرفة سر جمالها وسحرها. فمعظم الطرق هنا تؤدي إلى عمق القرية، وعمق القرية يمنحك الإحساس لاختيار متكئ وريف، وهذا المتكئ باتجاه النيل الأزرق، منبع كل هذا الجمال والألق الأخضر. بالنسبة لسكان رونغا فإن حياتهم ارتبطت ارتباطا وثيقا بالبساتين والنيل، فالثمار التي تجنى من أشجار المانجو والجوافة والموز هي مصدر دخل الأسر هنا، غير أن رسوخ فكرة أن قريتهم ما زالت تحتفظ بسر جمالها منذ مئات السنين وتخلب ألباب الناظرين يجعلهم يتمسكون بالعيش هنا. وإن ضنت عليهم الطبيعة وجف النيل مرة بعد مرة. ويقول باحثون في تاريخ السلطنة الزرقاء إن وصول الملوك إلى هذه المنطقة بالذات بغرض الاستجمام إنما لقربها من سنار المدينة. من قدسية الفونج للنيل جاءت قدسية المكان، فنهر النيل الأزرق المنبسط بكل سعة ورحابة يوفر أسبابه